نعم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده. واحد من الناس بين اهلنا وناسنا في مناطقنا الشعبيه، في مناطقنا البغداديه، في محافظاتنا اللي راح نوصلها بكل تفاصيلها. واحد يسال يقول مثلا يابا انتم تطلعون تشوفون الناس وتشوفون الشوارع اللي موجوده والخدمات اللي بيها ووضع الخدمات بشكل عام. ممكن ان اليوم اغلب شوارعنا هي محتاجه الى خدمات، واغلب مناطقنا هي بحاجه الى خدمات هوايه. اليوم احنا بمكان مهم بالنسبه للعاصمه، مكان لاهميته ولوضعه استراتيجي بالعاصمه اللي هي منطقه الدوره. انا اليوم بالدوره راح اعطيكم تفاصيل وصور بهذا الشكل وبشكل مباشر. هذه الصور واللقطات من بين اهلنا وناسنا في مناطقنا اللي هي منطقه الدوره في العاصمه بغداد. لا يخفى على الجميع من بدايه كلامي من قلت انه الخدمات ووضع الخدمات والناس اللي تحتاج انه تشوف الخدمات بشوارعنا. البنى التحتيه متهالكه، الشوارع اغلبها متهالكه وغير صالحة بصراحة. المدارس بها مشكلة، الشوارع بها مشكلة، وبالتالي أنه هذه هي الصور واللقطات المباشرة اللي راح نسولف ونتحدث بشكل علني وبشكل مباشر مع أهلنا وناسنا بهذه المناطق اللي لأهميتها مثل ما ذكرت. اليوم بهذا المكان تحديدا ما نصورك عمي. هذا المكان زرته وسولفت ويا الشباب اللي موجودين بالمنطقة، فبالتالي انه كثير من العفو كثير من المشاكل وكثير من بصراحة المصايب اللي نشوفها يومية نسأل الناس ونسولف وياهم بطريقتهم، لانه الواقع الخدمي يحتاج، واللي تلاحظونه يوميا يعني هذه صور من بين اهلنا وناسنا، واحنا على تسميه البرنامج واحد من هذه الناس اللي بنشوف العمل يوميا ونشوف الوضع بالشارع شلون. خلي نسولف مع الشباب زميلي حيدر، حاول نوصل للمكان. هذه اللقطات اللي تشوفوها وتلاحظوها الآن بشكل مباشر، أغلب الناس اللي مفتحة يقول لك يا ترى أنا طاق نظيم وما عليكم السلام حبيبي، شلونك؟ شو أخبارك طيب؟ شلون عافيتك؟ زين أنت تستخدم الدراجة لحد الآن؟ شلونك؟ الله زين، الله يخليك. طيب شلون هالدورة؟ والله الحمد لله بخير. الخدمات اللي بيها سولف لنا الصدق وباليوم بس الكهرباء تعبانه شويه، ماكو كهرباء يعني مو شيء، يعني تجي ساعتين تطفي اربع ساعات تعب. يمكن بس الدورة، يمكن اغلب كل المناطق نفس الشيء تعاني من الكهرباء. بس انتم يعني اللي سامعه واللي يعرفه انه الدوره هي كهرباتها مستمره لانه المصفى مو هذه، هي اكو كهرباء، اكو ناس عندهم محاولات بس هذول منها اكو كهرباء مستمره، يعني على المحطه مغذي هاي تجيها منا والمناطق منا باقيين على الكهرباء الرئيسيه مالتها. اكو يوم وشكاوى هواي قاعد تجي الكهرباء، تدري هواي شكاوى. توصل بالله سعر الامبير عندكم المولدات؟ المولدات 15، اكو 15، اكو بيوم 20 وصلوا، اكو بيوم وصلوا ل 25. كل من بكيفه لو اكو قانون؟ لا هاي كل من بكيفه صارت، يعني دي يحط من عنده سعر. واحنا بدنا نوقع بيها، احنا الابرياء بدنا نتهدى بيها، واحنا اللي واقعين بيها. هسه انا بالنسبه لي ابيع شاي، جيت اداوم الكهرباء قبل واعتقلونا وبعد ما قدرت ارجع، طلعت لقيت مفصول من الكهرباء، لا عندي شغل بعد على الله، ثم هذا الشاي. يا سنه انفصل؟ انا داومت من 2006 ل 2014 اعتقلوني، طلعت براءه من عندها، يعني ما عندي شيء يعني رجال بالكهرباء. حاولت ارجع ما رجعوا لي. سنة التعاقد بذاك الوقت لو شنو؟ لا اجوا لي على الشبه عقد.
فصلوني اي فصلوني من الكهرباء. فصلت بعد ما عندي غير بس الله ثم الشاي اللي عندي لبيعه. الله يساعدك الله يكون بعونك. شكرا. لا راتب ولا مصيبه. الحمد لله انا صاحب عيال عندي جهال وعندي يعني قاعد ايجار ومولد كل هاي براس انا ما عندي غير هاي الراتب هالشاي والحمد لله. خبز ان شاء الله خبزه حلال. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يديك. طيب تحيات عزيزي زاكروس. السلام عليكم. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ قواك الله. شلون عافيتك؟ الله يسلمك. مرتاح ان شاء الله؟ والله بخير الحمد لله بوجودكم ان شاء الله. دوم بخير يا طيب. الله يسلمك رحم الله والديك. اخوي الوضعيه انتم هسه اللي يشوفك هنا يقول هذا يابا متجاوز على الشارع. شو تسوي لعمين نروح؟ جوا جارات المحل كلهم 300 400 والله يا عمين يجيب عنده خمس اطفال ست اطفال شو يجيب؟ يذبهن البيت يذبهن المحل. هنا انا والله كريم شوف شلون نصير حلو انا والله كريم. حلو وشد صايره. ايش يسوون عشان هسه هذول جماعه ما جايين بعدهم هنا. اي هاي تنسدها كلها تنسد هنا. العالم والله ما عندها من يجيب. هي كل محل انا 300 400 يجيب 300 400 شهريا. شو وكله؟ اي رحم الله والديك يعني شو يسوي؟ بس هو الشغل بشكل عام شلون؟ واقف بس التعبان شغل واقف شوفنا قاعدين ومبسطين وقاعدين. شغل تعبان حيل تعبان مو بس انا كلها. زين الجراج شنو وضعه هذا؟ هسه انت يم الجراج والله اذا تنزل لنا هنا. أيه. ابو من؟ ابو صادق. ابو صادق عيوني صادق بياب ياسر ظل اول متوسط. زين ما شاء الله. شلون دراسته والله؟ والله لا زين الحمد لله. الحمد لله شكر. ارد تسولف لي عن وضع الجراج هذا. الناس تقول جراج مو رسمي وهو كان شارع وما زال شارع، وناس تقول سووه جراج. والله هو من زمان هنا من زمان. ايه يعني هو صديق شارع هو ايه. هو سووه جراج هنا. كان جراج بعيد هناك. العالم يقول لك احنا نطلع من السوق خام تتمشى يعني 50 متر جوا هيك نسوان شارع العاليق ما تمشي. اي قدموا لي هنا على اساس يسوون هذا الجراج. شوف هذا قال ايه. ورانا على اساس يسوون الجراج هذا هسه قاعد على اساس يعني اي على مود السوق قربوا شيء اللي قدام. وضع الخدمات شلون؟ والله الخدمات زينه الحمد لله. زينه زينه الحمد لله. بس الكهرباء تعبانه. سالفه الكهرباء بالدوام تعبانه يعني شرف. والله ما اكو تعبانه كهرباء في الدوام. يا منطقه والله بيها هي كلها الدوره كلها الدور هسه الكهرباء يمكم المحط. الكهرباء ولا سنه او كهرباء يا بالدوره كهرباء اكو بالدوره وكهرباء انا هسه احنا هناك بشارع 60 كهرباء ماكو قله والله قله. هاي عايش على المولدات. هي المولدات هم صارت يعني هم كل من بكيف كم 20000 امبير واحد ابو 25 ورحم الله وديك شو تحطها هنا تحطها هنا تحطها هنا وش توكل رحم يعني هاي يمشي والمدرسه يمشي هاي تحياتي حبيبي غات عليكم السلام. الله يستر عليك. تحياتي لك يا طيب. يعني هذا الناس البسطاء اللي مفتحين على باب الله مثل ما يسولفون يعني وقنعانين. السلام عليكم شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ على والله زين. الله يسلمك الله يحفظك والله على الله. يابا شو جربانكم علينا بالرواتب؟ شوين زودوني؟ رواتب شنو؟ رواتب المتقاعدين. هسه المتقاعدين قالوا يابا زودوهم. ما وضعيتهم صارت. اي بس مو للكل. الادنى الحد الادنى ابى راتبه 500 ما تجي. اي والاقل 500 يصير 500. زين اني تقيسني ويا ابو ال 500 اللي عندي خدمه 40 سنه وهو هذا عنده 20 سنه. بيا وزاره. وزاره النقل طلع التقاعد. يعني انت تقيسني ويا هذا ويا هذا، هذا عنده 27 سنه وانا عندي 40 سنه تقيسني وياه؟ ما اعرف شلون حاسبينها والله بصراحه غير. يعني اكو واحد يداوم بوزاره معينه ياخذ ضعف اللي مقدم خدمه 40 سنه و30 سنه. مو هذه يعني المشكله بالوزارات لو المشكله بالتقاعد بالوزارات لو بالوزارات. اي هو الوزاره هي تسوي. يا باني راتبي هلقد غير زيدوني حال انت ما زيدتني من كانت خدمتي زودني من طلعت التقاعد. مو سوينا حال هاي مال ضابط خدمه. اي عندي 37 سنه غير يعطوني اياها. شو ما اعطوني اياها ليش؟ غير اي والله والله عمي هذا عمر ما اعطوني اياها. ينطون غير ولي ما اعطوني اكلوها علي ليش؟ رحت لهم راجعت؟ لا والله ما راجعت. لازم تراجع عمي ابو من ابو محمد. ابو محمد غير لازم يكون موقفك قوي من تراجعهم وتقول لهم يا ابو بالاوراق هذه شغلتي وهذا وضعها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راجع. زين ارد اسالك ابو محمد على وضع الجراج شلونه؟ هذا الجراج انا زرته كم مره. اي شنو وضعه صار ما صار عنه؟ والله هاي الكيات كل من ياكل رزقه ويقبط ويروح. ما
ماكو كل من له. اي كل من، لا لا هم بس سره. لا لا سره. اي كل من شراه وعلى حسب الاصول. زين. اي. هذا هو مو شارع عام، وانتم هسه اللي يشوفكم يقول هذا متجاوزين. هذا الشارع. يقول هذا شارع متجاوز. هذا جراج. هذا الجراج؟ مجري ايجار. مجري ما اعرف ما اعرف. من ابو ملك من غيره ما اعرف، بس هو مجري الرجال. اي وهذا لا هذاك الشارع وانا على حد الشارع. ابو محمد قبطت له بعد؟ لا والله انا قبطت لهم. قبط السيارة وهلا القاسم ينطوني اياها. يعني ما عندك سيارة هنا؟ لا انا طلعت تقاعد، هم كانت عندي واحدة مثلها وطلعت تقاعد. شلون شغل الجماعة والله زين؟ والله هذول السواق هم يعرفون. هذا مشاري وهذا الاخ. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ قواكم الله. حياكم الله، شلونك عمي؟ يا هلا مرحبا. شو اخبارك؟ بخير والله. والله زين، بالسلامة ابو محمد، حياك الله. شلون وضعية؟ والله الحمد لله زينة، زينة خير. شغلكم زين على هالعدد هذا والسيارات ما شاء الله عنا. احنا السيارات ترسم الشوارع. ها؟ اقول لك هي السيارات ترسم الشوارع كلها. الشوارع اي. ساحات ما تكفي. وشوارع سديتوها بالكيات وهاي العالم، العالم تشتكي عليكم هسه. هذا ابو الهيئه ذاك. اي. والله ما لا زين يعني ماكو شيء. زين ابو الهيئه هاي القاحه هي رسميه جراج؟ لا لا مو رسميه. مو رسميه. لا. هذه مو مشكله عمي. والله مشكلة مو علي يعني واقف لي قاعد حالي حال عالم خالي مروح على خير هسه نقوم نسوي عالم. اها تحياتي لك ابو سالي حياك الله. الناس اللي تاكل لها خبزه ورزق ويقول لك يعني الناس اللي موجودين بهذا المكان يعني بهذه التفاصيل بهذه الصور اللي تلاحظوها وضع الناس اللي بالمنطقه زاكروس وبالتالي كل التفاصيل اللي يحكوها المواطنين هذا اخر واحد كل الناس تعبر بارائها واراء محط اهتمامنا واهتمام الجميع وحق الرد مكفول لكل من يذكر اسمه بداخل برنامجنا. عموما انا ما اعرف الاخوه البلديه اللي موجودين. السلام عليكم شلونك حبيبي؟ خلينا نشوفهم بالله لانه سكه وهاي النفايات والجراج وما اعرف السكه شغاله. السلام عليكم شلون اخوي؟ قواك الله. شلون صحتك؟ ان شاء الله زين الحمد لله. امورك؟ والله والله. يوميه تتواجدون هنا لو شنو؟ لا لا مو يوميه. مو يوميه ايش عجب مو يوميه؟ احنا بس على حملات. حملات اي. اليوم شنو عندكم حمله هنا؟ والله هنا يوم استاذنا. اي من هو المسؤول هنا على المشروع مالتنا؟ ها ذاك الواقف ابو سيف. السلام عليكم شلونك يا حبيبي؟ اذا تتفضل ويانا والله. ها ما يقدر. زين هسه هاي السكه، سكه هي مثل ما يقول ماشي، هاي وضعها ماشي مو اي يعني هسه يجي عليها القطار لو ما يجي؟ لا يجي عليها، يجي محمل نفط. اي حمل نفط، حمل نفط ويجي على هاي السكه. زين انتم هسه من نظفتوا هاي بعد ساعه ساعتين صارت تلقيها وسخه، تلقيها وسخه. اي غيرك وحل جذري للموضوع؟ الناس هم ترضى وهم تشوف النظافه. صحيح مو والله احنا يومين ننظف. استاد العالم ما ساعدنا. ما ساعدك؟ اي ما حد يساعدونا. ما حد يساعد الله يعوفك. هذا لم شاك ازي شيء تكنس هنا العالم ذبره. رجع نفس الشيء والله لو كنز القطعه كلها كنس. ما حد ما حد ما حد يساعدك. عالم ما يساعدونك. هسه النظافه يجي السوق يذبون البراند. زين هسه انت هاي راح تجمعها وين توديها؟ هسه راح نشيلها نوديها. توديها غير اكو حاويه هنا قريبه حتى الناس تشوفها وتذبيها؟ ما يذبون بالحاويه والله، ما يذبون بالحاوي، يذبون بالقاع. حاوية موجودة ما يذبون بالقاع. أنا يومي ويا الشغل عاد يومي ننظفها ونشيلها وما ترجع نفس الوسخ. نفس الوسخ، نفس الوسخ. ما يذبون ساعة ساعتين زمان. أي يرجع نفس الوسخ. وخر عدي شوي، عدي وخر وخر نفس ال. والله نشوف هاي الصور يعني إحنا ننظفها يومي إحنا يعني. الناس يم ماكو مساعده من عندهم ويانا. ناس الوسخ السادي احنا يوم هسه ننظفها نرجع يرجع نفس الوسخ. ما يذب الكياب بالحاويه، يذب الكياب بالقاع. زين سات هاي الله يكون بعونك. تحياتي وسلامي لك عزيزي. حياكم الله، الله يكون بعونكم. يعني نتمنى انه من مواطنينا الاحبه من يشوفون
عامل النظافة بهالطريقة يكون اكو مساعدة بيناتهم، لانه الحال لازم يتطلب انه يكون مساعدة ومساندة لهم. عموما اعطيني لقطات عن حيدر عن الشارع حتى نشوف الشارع، وتواصلنا مع وزارة النقل بخصوص موضوع الجراج، سولفنا به هواية، وهذا هو شارع رئيسي، شارع عام، انقطع بهذه التفاصيل بسيارات الأجرة وسيارات الكيات اللي موجودة، وأصبح حاله حال الجراج الرسمي. للعلم أنه أكو جباية بالموضوع يدفعون الناس، يعني أبو الكية من يطبق هنا يدفع جباية يلا يوقف وعنده خط بهذا الجراج. ما أعرف أن الناس اللي متأذية، الناس اللي ساكنة هنا شلون، ووضع السيارات بهذا العدد الكم الهائل اللي موجود شلون، وكل هذه التساؤلات. نتمنى أن وزارة النقل يكون لها موقف بهذا الخصوص، حتى على الأقل الناس تفهم وتعرف أنه وضع الجراج شنو. خلينا نشوف الحجيب والله مسوقه، لأنه هذا الجراج بصراحة اللي وصلني سبب مشكلة للناس اللي ساكنين بهذه المناطق. حجيب شلونك؟ صباح الخير. شو صحتك؟ هلا بيك عيني، يعطيك العافية. شو أموريك؟ نحمد ونشكر على كل وقت حجية. شو أسوي العاد؟ ها؟ شو أسوي؟ شلون المسواق اليوم؟ نعمة. رخيص؟ نعمة. ماشية. الحمد لله، إذا ماشية الأمور والحمد لله نعمة. الحمد لله والشكر. من نام المنطقة لو بغير مكان؟ والله أنا بالميكانيك. بالميكانيك؟ قاعدة. مصعدين من ناس سيارة؟ إي هو طبعاً ماشي والله. وضع الجراج شلون هنا حجية؟ والله أنا بعد ما أدري، قاعدة مو يوميا أجي، من سنة حسنة. السوقين ما ثلاث ايام اربع لا هي لا والله محتاجه اغراض وجيت اخذ لمينا كل شيء خير من الله. الله يديم الخير ان شاء الله. عجل. امين امين يا رب العالمين. في دول عينك بارك فيك. الله والدك رحم الله والديك ابوي. السلام عليكم، شلونك يا حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شكرا حياك الله. شلونكم؟ شلون عافيتك؟ الله يسلمك. يا مرحبا. الله يسلمك. ليك احنا جيناك تتذكر قبل فتره. اي كل اهلا بيكم. حياك الله. كل اهلا بيكم. الله يبارك فيك. بس واحد ايش ما نعطاكم معلومه خاطئه. هسه احنا نريد نسولف بوضوح. ابو من انا ابو عز الدين. ابو عز الدين، انا مسؤول النقل مال الدوره. حياك الله يسلمك. خلينا نسولف بوضوح حتى الناس هم تعرف هم. نعم. تمشي على درب. نعم. يقول لك هذا الجراج مو رسمي. شارع رئيسي، هذا اللي اسمه شارع رئيسي ابو عز الدين. شارع رئيسي يقول لك وانتم قاطعين حاطين سيارات. صار اليوم 23 سنه اني بالدوره. انت اخذ عشي من مالك علاقه بفلان وفلتان. احنا الجراج مال الدوره ماخذته القوات الامنيه، ماخذته ذاك ماخذته بالشرطه. زين. قوات الامنيه. زين. تدري كتابنا وكتابكم وداعينا به ما عندهم مكان. اجوا وانطونا هذا المكان للشو، هذا الشارع الخدمي، وانطونا هاي الساحه. لو تصور الاخي يصور شوف ساحه بها سياره. تعال شوف، انطونا هذا المكان وانطونا هذا الساحه. اذا تتذكر هذا كان مغلوق بصبات كونكريتيه. اي مغلوق. شوف زين، هاي الساحه انطونيها القوات الامنيه، سياراتنا الكي اوكم بيها. اذا في تعال لنا شوف. تعال شوف هذا حتى تصير واضحه ابو عز الدين. زين، تصير واضحه للناس. السلام عليكم ابو عز الدين. هسه هذا جراج رسمي؟ هذا مهم مو رسمي، بس خلينا. هاي الساحه تابعه الى وزاره النقل. أي. الشركه العامه للسكك الحديديه. ما اخذها متعهد. أي. بس المتعهد بعد بينه اكو كتب بينه وبين قياده العمليات. فش قالوا اثنين القوات الامنيه والبلديه طبعا مشكوره. زين. بلديه مالتنا قالوا يا بصعد السيارات مالتك فوق. أي. بين ما نشوف عليه من ترسي هاي، لان المتعهد ما اخذه. زين. هذا كان صبات فسيارات تجوه شارع خدمي جوه. أي. أي. مرتين ثلاثة أغلق. زين. لكن السيد قائد عملية بغداد. أي. فتح الجراج. زين. قالته تفتحوا لي أن هذا يقدم خدمة للمواطنين. خوش. وهذا أحسن مكان. وهسه إحنا عندنا كتاب يم السيد الوزير، وراح أشوفك. لا مو راح أشوفك فتشي على مود يشوف قانوني. خلي أشوفك قانوني بس. إذا شوفني قانوني حتى الصورة توصل والمعلومة توصل والاشكالات اللي نسمعها واللي توصلنا راح تتفند بهذه التفاصيل. اي اها اها شوف اجاني نادانا مدير مرور بغداد. حيدر تعال. حيدر هذا الكتاب يا تاريخ
23/1 هذا كم يوم قبل؟ اي اها هذا اها شوف حطيني يا هذا. هذا هذا الكتاب تسهيل مهمة. هذا كتاب بتاريخ 23/1 أي. يقول اعلمنا مسؤول مرأة بالدورة بعد لقائه بالسيد مدير مرور بغداد الكرخ بضرورة فتح عقليات عمليات بغداد لغرض فتح الساحة المغلقة من قبل عمليات بغداد نعم والتابعة للشركة العامة للسكك الحديدية العراقية القضاء على زخم المرور المركبات واستغلاك المرتوى لمنطقة الدورة لما له أهمية كبيرة في تسهيل نقل المواطنين. هذا كتاب. هذا عندي كتب احنا على مود الساحة كلها واقفة كل الجهات ويانا من السيد وزير النقل الى السيد مدير عام النقل الخاص كلنا بس ويانا يريد يخدمون المواطن بس متعهد ما اخذه. تعرف انت قانون المتعهد شقد كم ماخذه كم سنه بعد لأربعة اشهر ايش قصال هذا 23/1 هذا جديد هذا مو هذا الحكي القصده اللي قصده انا لا الحكي القبل هذا الجراج ايش قصال هذا الجراج صار له بالضبط اليوم يعني تقدر تقول سنه 2000 فتحنا الجراج هذا قديم يعني تسعينات هذا تسعينات أي. فتحنا الجراج سنة 2000 فتحناه الجراج ما نجح بعد عن السوق بعد عن الدوائر الخدمية بعد عن نقل المواطنين أخذت القوات الأمنية قوات أمنية كانت إذا تتذكر يمكن كان جيش القدس أخذوه صارت الحرب وراء 2003 الحرب صارت أخذت القوات الأمنية لواء المغاور السابع أخذوه بعدين استأخذوه رئاسة الجمهورية فوج من الأفواج قعدوا بيه. هو الجراج ما عدنا احنا عاني قابلت السيد الوزير حكيت وياه ما عدنا فد شيء ملك صرف يعني ينطونا الدوله الا ذاك المكان وهذا المكان هو الوحيد اللي يخدم العالم هو الوحيد نعم هذا الوحيد يخدم المنطقه. لو تلاحظ ان السيارات من تحشي عليها يعني ليش اكو خصوصي شان طابو قبل ماكو خصوصي قياده العمليات فتحت الشارع فتحت. انا مو من حقي احاسب خصوصي زين يقبط ويروح لا لا خصوصي ما يقبط سيارات خصوصي واقفة تجي للسوق مسوق ايه؟ بس أنا ما عندي غير مكان المكان اللي يخدم المواطن اللي يخدم المواطن ايه؟ هذا غيره ماكو. شلنا ودينا بهاي أخي أهل الدورة بعض رؤوس الأموال اللي بالدورة أنا بدي أكون صادق وياك سنة 98 مدير عام انطاني رسالة قال توديها لهذا القاع مال بيت وادي اللي انطانيها بال 98 قال انطينا من عدا 4-5 دواني والسعر اللي تريده ننطيك اياه خلي يسمعون خلي العالم تسمع. جبت الرسالة انطيتها للقاضي ثاني يوم جانا كتاب من مجلس قيادة الثورة يقول يمنع منعا باتا استغلال هذا المكان كجراج لكونه بيئة أشجار مشجرة ويعتمد على البيئة على البيئة. زين إيش عجب بس سووا بيوت وقعدوا بيه إيش عجب يعني زين هذا الأخ جراج هنا الآخر تأخذ أسوي هم منطو زين أكو ناس عندهم يعني عندهم إمكانية يعني إحنا دائرتنا وأني أنا يعني أكون صادق بكلامي وأتحمل مسؤولية كلامي وزير النقل سعد عبد الله العيبي هسه اي مواطن ونتحمل مسؤوليه كلامي اي مواطن ينطينا 4 دوانم 5 دوانم نسوي جراج الدائره الدوله تدفع له فلوسه. هذا بعد هذا الحكي انا مسؤول عن كلامي هذا الحكي من هسه سمعونه اهل الدوره انا مسؤول عن كلامي يعني معقوله هي بس قاع ما ينطون هو والله ودعتك ما ينطون فلهذا السبب هذا المكان هذا العرض قائم يعني موجود. هذا لحد هاي لحد اللحظه اني مسؤول عن كلامي زين اني مسؤول عن كلامي زين. واذا تريد تواجه السيد الوزير سيد مدير عام النقل الخاص على تواصل وياه تصد نعم اني مسؤول اني مسؤول الدوره ومسؤول عن كلامي الوزير مبلغني الي شخصيا استاذ إيه؟ عبد الله العيبي مبلغني شخصيا من كان مدير عام النقل الخاص عندنا قال لي شو من كان مدير عام النقل الخاص عندنا قال لي اي مكان تشوفه بايش يريدون انطهم وياه ونفتح جراج خدمة المواطنين بس ما حد ينطي وانت ابن الدورة يمكن وتعرف ما حد ينطي مو استاذنا العزيز لو يجون عليك ويقول لك افتح لنا مثلا جراج بقراره خلنا نتمشى والله خلنا نشوف الشارع يعني زين حيدر وياي يعني جو مواطنين قال يا بتقدر تفتح لنا جراج مثلا بقراره زين رحنا القراره سيد المدير عام قال روحوا افحصوها شوفوها القراره رحنا عليها
واني ما اقدر اسوي جراج اذا مو القاع تابعه لوزاره النقل. ما اقدر يعني تحديدا وزاره النقل تحديداً. مو تابعه للدوله؟ لا لا ما شو. يعني اذا قاع تابعه للبلديه. أي. اني اجي اجي اشيد. أي. من اشيد راح ادب فلوس اني. اي طبعا اشيد اسوي بناء اسوي شغلات زين. لا لا واني اذا اشيد تجي باشر عقب الدائره المعنيه غير تجي تقول هاي قاعتي تاخذها ما يروح هذا مو صحيح. هاي انطوني اياها اذا تتذكر نهايه الميكانيك. أي. انطوني قاع قالوا هاي خذها سويها جراج. اتصلنا بمدير عام قال يابا شيكوا القاع. راح شيك تطلع التابعة للتربية يمكن اذا تندلب نهايه ال 120. زين هسه احنا دار اذا نسولف كم جراج عندنا هنا بالدور؟ بس هذا. بس هذا الجراج؟ لا غيره. ابد ابد. كم سياره بي هذا؟ يعني مو سوى تقريبا بي بال هيدا شوف هن ذني قبطان يروح عن ويجن هن ذني يعني تقريبا عندنا بحدود 80 100 130 تعمل تدري انت العمل والحمد لله والشكر صارت حركه هسه. سولفت لي بالقانون ووضع القانون وكتب رسميه وتتحمل مسؤوليه الكلام. معقول الجراج اذا رسمي هذا الكلام رسمي معقول الجراج يصير بهالصوره هذه؟ هذا مواني الناس اللي ساكنين هنا شبعانين ضيم وخابرونا. اذا تسمح لي هو كل من يريد له. لا بس هو الحق اللي بس اللي بس, بس لا تسمح لي لا تسمح لي. هذا كان محاط بصبات كونكريتيه. سولفت ادري كرفان مالنا كان هنا كرفان كنا نمنع اي سياره خصوصي اي بكم الطب نمنعها ممنوع تعني شغلات امنيه. ما حسينا الا ورا يوم كان تجي قياده العمليات دا يشيلون صبات وشالوا الكرفان مالي هذا وصادروا لمده شهر. انا ابو دوله انا ابو دوله شالت الكرفان باجتهاد شخصي شمرو بال عداوه شخصيه لا يعني لا مو الموضوع ها مثل ما اشتكوا لك هاي العمارات هو واحد من هاي العماره هو اشتكى علينا واحد من عماره والظاهر يدعي نفسه مستشار عند السيد رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه ما نعرف احنا. المهم لان كل شيء له تليفون تجيك العمليات اللي جاي مو دحكي لك واحد من هاي العمارات يدعي نفسه مستشار رئيس السيد رئيس الجمهوريه. فاللي صار شنو صار؟ هاي قبال عماراتهم قام توقف الخصوصي ودني شان. انا ما لي علاقه بالابو دحق علي. احنا النقل الخاص تشرع لخدمه المواطن. عندنا قرار النقل الخاص يخدم المواطن. غير المواطن ما عندنا. انا عسى ما اجيب سيارات اذا هذا ما ينطيني وذاك ما ينطيني وين اروح؟ انت ما شفت برمضان اللي فات صار بينا. هذا انسد منا انا لو ما الله سيد قائد عمليه بغداد ومدير عام ولا هذا ما ينفتح. سيم شائك حطوه يتذكر مو سيم شائك حطوه تجي المراه العجوز والشايب يجون يتمشون هناك اللي جاي. سيد وزير سيد المدير العام اتصلوا بسيد قائد عمليات تخبل قائد عمليات لا خل يعني انا بس اذا ماني ما اريد حشي مو انا مو خلي احشي لك مو احنا يعني انا اضم مستندات تعرف يعني يعني شوف يعني مثلا شوف هذا كتاب البلدية الدارة من مدير عام النقل الخاص يقول حيدر تعال تعال حيدر تعال شو يقول هذا كتاب من السيد مدير عام النقل الخاص يقول عدم ممانعة دائرتكم من تسليم الجراج المحاذي لسكة القطار العائد للشركة العامة لسكة حديدية إحدى تشكيلات وزارتنا لغرض استغلال موقع في إدارة وتنظيم عمل المركبات في منطقة الدارة. زين. هاي من هو مخاطب البلدية مو يتابع البلدية يعني للسكك بس بلدية. يعني عندي بعد كتاب الأخ أشوفك إياه مال هذا السند مالنا. هذا السند مالنا مال الجراج حتى السند أنا حافظه. اللي تقصده ذاك الجراج؟ نعم نعم هذا ذاك الجراج. هذا نعم هذا السند مال يمي. يعني هاي كتب رسميه كلها احتفظ بيها على مود يعني ما هاي دائره التصاميم تفضل هاي دائره التصاميم هاي دائره التصاميم شو يقول؟ يقول نحيل لكم كتاب الشركه العامه لاداره النقل الخاص قسم الاملاك الجراج يقع على شارع المصافي ضمن منطقه من هذا اللي ينطينا هذا شو نسوي به بعد؟ شو نسوي به؟ شوف هذا كله موقع عليه بكل وكله تاريخه شوف ايش وقت اخويا 28/7/2019 زين بس الجراج ما اخذه مثل ما قلت لك ما اخذه متعهد
فإلا ينتهي العقد مال المتعاهد وإن شاء الله. السنة نجي بعد السنة الجاية وهم نشوف هذا الحكي نفسه. لا هاي هذا صار يم السيد الوزير. السيد الوزير نفسه ويانا، السيد المدير العام نفسه ويانا، يعني كل تفضل تعال أشوفك هذا الكتاب. سادي عزيز استعد، هذا سولفت لك عليه بال 2018 شهر 8 سيد قائد عمليات بغداد يقول علمونا ليش غالقين الجراج، شنو السبب اللي يقصد ذاك الجراج؟ هذا شان صبات زي. علمونا ليش غالقين الجراج. هذا يقدم اخي اني وانت كصحفي واني كمسؤول خدمي سيد قائد عمليات مسؤول امني احنا كنا اني اكو غيرنا خدمه المواطن، يقول له ليش غلقت الجراج؟ علمونا ليش غلقت الجراج؟ يقول احنا ما غالقي. وبالله العظيم زين من توصل الكبارية شوي الأمور يعني شوف هاي الكتب كلها هاي شوف اتفضل تعال لحيدة يقول علمتنا إدارة قسم الكره عن قيام القوات الأمنية في منطقة الدور المتمثلة بالفوج الأول اللواء الثاني رئاسة الجمهورية بغلق المرآب وبطلب من قيادة عمليات علما أن المرآب البحث يعني دار بحث ينقل طلبة وموظفين ومواطنين. سيد قائد عمليات بغداد يعني الرجل ما قبل قال ينفتح وفتحوه. يعني احنا ان شاء الله نقول يعني ما اقول لك بالايام القليله يعني بعد فد 4-5 اشهر ينتهي العقد. نعم نعم زين يعني ينتهي بعد 5 اشهر ايش قد احتمال بعد 5-6 اشهر ينتهي العقد ماله هذا. احنا عندنا الموافقات الرسميه وتعرف انت السيد الوزير يقول اصعد بيه هو تابع للسكك والسكك احدى تشكيلات وزاره النقل مثلنا احنا. بس المشكله وين؟ بالبلديه بالتصاميم مو هاي البلديه، هذول ما لهم علاقه الناس. يعني بالامانه. مدير عام بلديه الدوره الرجل مشكور الرجل متعاون يعني. حطوا ايديكم اثنيناتكم سوا وتروحون للامانه تقعدون ويا الامينه وتسولفوا لها هاي السالفه تنحل الموضوع، انتم مش عجب؟ راحوا. لا مو راحوا. مو راح عندنا مدير عام نقل خاص راح للامين والتقى بالامينه بس الارض ماخذها متعهد. ما تقدر الا ينتهي العقد. هذا بعد لا وسيلة متعهدة ما أخذها خطية لأن ما حصل موافقة قيادة العمليات يفتحها وبقت متروكة. إن شاء الله نعطيك عهد من أنا يعني أنا أقول لك 6 أشهر هاي هواي نعطيك 6 أشهر هواي هاي راح نشيل الجراج كله ونحطه هنا وهذا ينفتح شارع عام. نعم تحيات وسلامي وتعبتك هواي تدوي قلبك. يعني أنا ما أرد شوفتك شيء رسمي. لا هو هذا بعد بالوثيقه ما بيها كل مجال يعني حتى المرور بس حتى بعد المرور بعد يعني. بعد 6 أشهر نجي لهنا واذا شفنا الجراج نسولف وياكم غير. الله يحييك تحياتي سلام حياك الله. السلام عليكم عمي شلونك عمي شو اخبارك ان شاء الله زين شلون عافيتك. اليوم احنا بالجراج يمكم هنا وشفنا الوضعيه بالجراج وسولفنا سوالف الجراج كلها. شنو السالفه مال الشغل شلون عاد؟ والله الشغل هنا الحمد لله الشكر يعني متعاونين المدير ايضا هم متعاون ويانا وهذا. بس انا عندي ملاحظه شيء المدير وحده الدوره بالاخص مدير وحده الدوره قبل نقول كان صيف الدنيا حاره بس هسه الجو لطيف وماكو حر فيركب سيارته ويتفقد القاطع ماله وخلي يشوف الطسات والنقر خاصه ورا مدرسه الامال بالدوره نعم بالدوره خاصه ورا مدرسه الامال وايضا هنا من المتنازه هي حفرتها الامانه وروح شوف الطسه مالتها شنو ما ادري حفره بول مال مجاري هم اساسهم الامانه حفرتها وعابتها وروحوا اخذوا الكاميرا مالتكم وروح الجو معقوله يفوتون البلديه هذا ما ادري يفوتون بيها بس مخليها مقلسين عليها والله بجوز عندهم امور ابو وليد انا ابو وليد سولف لي شنو صار بالدوره الجديده انبنى والله شارع زين صار عندكم مدرسه لا ماكو لا مدرسه انا اقول لك صحيح سولف لي المدرسه هاي هنا انبلت خلف المصرف بنايه حديثه وايضا صار مدرسه علي الهادي ايضا بناء حديث يعني شلون قبل كانت قديمه فرمموها وبناء حديث اذن لي هذا ولا تبليط مجاري يجونك الامانه تنظف وتجيبون يفتحون القبق مال المنهول ويجيبون الاوساخ يضربها بالباب مال المواطن والمواطن هو يشيلها زين انا واحد من الناس فتحوا المنهوله
وجابوا الاوساخ ضبوها بالباب مالي، وجبت الكيس مال النفايات وشلتها ورحت ذبيتها. ايضا يعوفوه نهائيا. ابنائهم قبل شويه يقولون يابا المواطن ما مساعد ويانا، يعني المواطن اسمعني ابو وليد، المواطن هو لو بيخلل لو ما بيخلل، هي واحده من الاثنين، بيخلل لو ما بي. المواطن مو انا اقول لك ما بي بي بيخلل، وبس السبب الرئيسي هي الاماله. راح تجي انت على النظافه، راح تجي على النظافه. الحاويه كل 10 ايام لو 15 يوم بدها تجي مره واحده. بالدوره. وانا واحد من الناس ما تجي اجيب النفايات مالتي الكيس مالي اذب هناك بالتجمع مال النفايات. زين؟ انا لو تجي سياره لا ما اجيب هنا اذبها. سياره بوقيت ومنتظم. زين؟ اتحدى اذا طلع وقال انا يوم اجي اتحدى نهائيا. لان انا عندي كل ما تجي اثبت اليوم بالساعه. زين صار 7 ايام 8 ايام ما جايه ارقامهم تدقون؟ انا ما لا ما ما, ما نتصل. لا لا ما نتصل. لا لا الحاويات بالشوارع موجوده؟ ماكو حاويات ابن عمي. اخذ كاميرتك وروح روح هناك هاي المهم متنزه. وايضا قبل السيطره مال الوادي وشوف النفايات، يجي ابو الشفال يقنص حتى الرصيف يشيله. روح شوف اخذ كاميرتك وروح تجول بيها او شوف. بس انا اكررها على مدير وحده الاداره خليه يطلع يتفقد القاطع ماله. هاي الطسه هنا والطسات ورا مدرسه الامال، يعني عدل يا ورا مدرسه الامال وخلي نشوف الطسات. يا وليد حياك الله، الله يبارك فيك. زميلي انطيني لقطات بالله عمه وخلينا نتمشى، لان هم يطلع لك واحد يقول لك يا ترى تصور بس بهذا المكان وما تشوف المكانات البقيه. فهذه الصوره اللي قدامكم وهذا الناس اللي تشوفوها بهذه التفاصيل اللي حكوا بيها. بصراحه نتمنى ونتمنى ونتامل انه يكون حل. هذه الرسائل اللي تسمعونها واقع حال. الرسائل اللي تسمعونها نتمنى انه يصير بها اجراء على الاقل. الرسائل اللي تسمعونها وصلوا للناس وشوفوا حال الناس شلونه، سواء بلدية أمانة غيرها من التفاصيل اللي هواية الموضوع الخدم اللي يتعلق بالخدمات. هذه الصور. وبصراحة نتمنى كل ساعة عيدها وأكد عليها حتى يكون بها إجراء. دائرة البلدية أو دائرة الأمانة اللي موجودة بالدورة يكون لها موقف بخصوص ما ذكر يعني بخلال الدقائق الماضية. عموماً ركز لي على البيوت والشقق السكنية. يعني في كل بلدان العالم. السلام عليكم حجي، شلون زينة؟ شو أخبارك؟ خير. مرتاح إن شاء الله؟ على الله. شلون وضعك؟ عايشين الحمد لله. الحمد لله. أجيت من هذا الطريق كله مشي، ماكو سيارات؟ لا مو إحنا قريبين هنا ورا السيطرة. شلون الشوارع بالله يوم السيطرة؟ تعبانة ما عايدين تبليطها ولا عايدين إدامات. لا ما تبدلت. ما تبدلت يعني تبليطها القديم؟ إيه تبليطها القديم أبد ما تغير ولا تبلط فوقه ولا تعدل ولا؟ لا ما تعدل كل شيء. عجب. أنا أدري على أقل مطرة المنهولات تصعد المنهولات وترجع على البيوت. لا والله. من الحمامات تصعد على البيوت عكس العالم. إيه شو نسوي هذا الوضع. تحياتي لك. الله يخليك. الله يوفقك. حياك الله. يعني دائرة البلدية لازم يكون لهم موقف بخصوص اللي ما ذكر قبل شوية. وما أعرف إنه شوارعنا بهذه الصور اللي إذا تلاحظوها شوارع متهالكة، يعني شوارع. عليكم السلام حياك الله. الشوارع تعبانة. وبهذه الصور اللي تلاحظوها الآن أنه أصبح هذا واقع موجود في العاصمة. نتحدث عن عاصمة أو نتحدث عن محافظة عراقية، خلينا لأنه من تذكر أن تقول عاصمة المفروض مو بها الطريقة وبهذا الشكل، يعني بهذا الشكل اللي تشوفوه. بصراحة يمكن الناس تحسدنا يقولون يابا أنه هذه المنطقة اللي زرتوها اليوم اكو مناطق يعني حالها اتعس من هذا الحال. شوف الافرع،
شوف الافرع ولو السياره تريد. السلام عليكم. طب الافرع، طب الافرع، تعال طب الافرع حيدر. يعني اذا تلاحظون انه لا تبليط ولا رصيف، وهذه الصوره هي اللي قدامكم. السلام عليكم. شلونكم عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ شلونكم؟ زينين؟ شلونك عمي؟ ان شاء الله زين. شو اخباركم؟ هلا اموركم؟ مرحبا يا عيوني، هلا. الله يبارك فيكم ومسلمكم. شلون هالمنطقه؟ شلون هالوضعيه؟ تربانات شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ شلون تربانات الذر؟ شوف عينك، هاي بغداد، هاي العاصمه، هاي العاصمه، هاي شفتها شلونها؟ خلي يشوفوا المسؤولين، هاي والله عيب عليهم، خلي يجون يشوفونها، خلي البشر يشوفها. ذاك يا رب لا وضعيه. يعني احنا ب 2020 مو شويه تقول يعني الناس هاجرت هذا؟ لا حصه لا حصه تموينيه، يعني وين غياب الدوله؟ غياب تام. اي دوله ما عندها، بس مجرد نشوفهم بالتلفزيون نسمع اكو دوله بالمنطقه الخضراء. اي خدمات ماكو، اي عمل ماكو. ما زايرينكم هنا، الدوره مو بعيده ترى. ادي اسالك اني، هاي الشوارع، صور هاي الشوارع، خلي الاخ يصور هسه. ابو كرار. ابو كرار. خلي هسه يعني هسه يجي مسؤول عنده ضمير، هسه اني لو مسؤول هاي المنطقه الدوره، مو مسؤول بلديه. ما راح اخلي شيء من جيبه، ما راح اخلي شيء من جيبه، لو يطلع على هالشوارع هاي يرتبها تنظيف تبليط، يعني انسان شيء لوقف العقل. شنو غياب يعني وجود الدوله؟ شنو وجودها؟ وجود الدوله اخي العزيز، يعني هسه خلي يسمعون هذول المسؤولين، هسه المسؤول خلي يسمع رئيس الوزراء غير المسؤولين وزراء، زين وزير النقل، وزير من المسؤول على الطرق وعلى الكهرباء، وزير الكهرباء، وزير الصناعه، يا اخي اشتغلوا، الشعب ما يريد منكم شيء، انتم بالنسبه لكم موظفين عند الشعب، صح ولا لا؟ موظفين انتم، المفروض منكم تشتغلون غصبا عليكم، تشتغلون شيء صح. ما اشتغلتوا صح، اليوم صار 16 سنه طلع الشعب عليكم، انتفض الشعب لكم، اشتغلوا صحيح، ما ادري منكم شيء. بوقوا ما يخالف عمي، بوقوا 50%، بوقوا 60% مو بس، اشتغلوا شيء بس نسبه بسيطه للعمل حتى في سبيل المواطن. من انا عندي كهرباء، من عندي خدمات، مو من شارع مبلط ارتاح، والله من اشوف شارع الاليات تشتغل، من اشوف الموظفين يشتغلون والله ارتاح من يمي، احس اكو وجود دوله، بس من اشوف هاي الوضعيه هاي. يعني ذاك اليوم اجاني ضيف من تركيا، يعني شخص ابو شركه جاني هنا تركيا، يعني استحيت والله استحيت، خجلت، قال هاي بغداد، قلت هاي بغداد، زين شاف الوضعيه، العلاليق الطاير والقواني والوسخ وتراب هاي الشوارع، يعني البلد النفطي والثروه مو والضرائب والرسوم اللي عندنا والقمارق مو تغطي دول، يعني امكانيه مال الدول عندنا، احنا ميزانيه مال الدول، زين شنو واجبهم ذول الوزراء؟ جاي يسوون دول، جاي يعملون، يعني إيه يعني والله شيء يوقف العقل يا اخي. طبقه ابو كرار طلعوا سلميين، اذا قاطعك بالموضوع يقول لك انت ابو كرار انتخبتونا واللي جبتونا وحصرنا هسه جبناهم انتخابات اخي، انتخبناهم على عيني، ما يخالف، ما نقول انتخابات مزوره مو وحرقوا الصناديق وجابوا صناديق من الخارج، ما نقول هاي الشغله، نقول عم انتخبناهم، عم احنا انتخبناكم وطلعتم مو قد الوفاء، مو ما اشتغلتوا صحيح، مو خنتوا البلد، بقتوا البلد، سلبتوا البلد، اشتغلوا صحيح يا اخي. يعني الى متى؟ يعني المتظاهرين طلعوا اليوم عليكم صار اربعة اشهر يصيح سلميه مو وتقتل المتظاهر انت، ويطلع عادل عبد المهدي يقول ابويه، يقول جاي نعاملهم معامل ابويه، هي الابويه هاي عادل عبد المهدي؟ وين الابويه؟ اي ابويه هاي؟ يعني شيء ما اعرف والله، يعني شو تحكي شو تسولف؟ متناقض الكلام من ابو كرار، معامل ابويه كلته بالقنص وبالغاز المسيل للدموع وبالقتل وبالخطف وبالجرائم، هاي القانون يحاسبكم عليها، القانون اليوم اذا ماكو غياب القانون والسلطه اليوم باكر يصير قانون، وتحاسبون كلكم من اكبر وزير لحد اصغر جندي كلهم يتحاسبون. صدام وجماعته كانوا مسلطين ومتجبرين على الناس مو، واذوا الناس هم البعثين، واخير شو وين صاروا؟ اللي تحاكم واللي اخذ جزاءه، واللي يعني ما يمكن ماكو حق يروح اليوم ابدا، كل من ياخذ حقه. لا تقول اليوم انا بسلطه قاعد مو حاميتك المنطقه الخضراء وحاميتك السفاره الامريكيه، لا باكر يصير قانون ويحكم العراقي ويحكم القانون العراقي اللي عندنا، هذا القانون مو هذا القانون، احنا جايين ندرس قانون حاليا بس بالاسم، ماكو قانون عندنا، بس القانون هذا نطبقه عليكم يوم من الايام ونحاسبكم كلكم، وكلكم نخليكم ان شاء الله بمشنقه، كل واحد ياخذ جزاءه، زين كافي. تحياتي، حياك الله. انا اعتذر بس هاي اريد نفتهم هاي الرساله توصلون للمسؤولين، واني عتبي علي من على حساب صد شيء البلديه، يعني بلديه مسؤول بلديه الدوره، اليوم الكهرباء هاي اليوم صار لنا 15 يوم هاي المنطقه ما فيها كهرباء، 15 يوم المحولات شايلينها وجاي يساومون مساومه. دائره هاي، هاي دائره، هاي دائره 20 متر، لمينا كل واحد 20 متر الدائره، لمينا 700,000 دينار وناس لمت مليون دينار، وتروح لو رحت البحر ابو كهرباء يقول ماكو هيك حكي، قلت له اقول لك شو يقولون الفلوس، يلا شدوها.
يقول احنا واحد اجى مسؤول يم مجلس وزراء يقول حيجيب وحده وهاي لحد الان صار هاي يعني شوف هسه ماكو كهرباء ماكو كهرباء صار لنا 15 يوم والله اي ماكو ماكو اي وطني 15 يوم ماكو لا وطني لا وبالمولد الرجل هم يظل يشغل شي شغل يوم يومين ثلاثه ماكو وطنيه يعني هسه بلد اغنى بلد بالعالم يا ناس يا عالم وطنيه ما عنده كهرباء ما عنده وطن ماكو فهمنا بس يعني مو هيك لهالدرجه هاي تستغلون المواطن العراقي وطيبه العراقي ترى العراقي اذا ثار بعد ما ترى ما يحميكم السفاره الامريكيه والله ما تحميكم بس اشتغلوا صحيح وترى هاي المتظاهرين اللي اليوم صاروا 4 أشهر بالشارع مو والقمع اللي بيهم والقتل اللي بيهم ترى لهم صبر مو وصبرهم ينفذ ويطبوا لكم الخضراء ترى زين اشتغلوا صحيح وصلوا الى بعد ماكو طاقه ابدا وانهارت اعصابنا وهاي المواطنين كلهم يعني بعد ماكو تحمل عمي ماكو طاقه زين انهارت اعصابنا الشعب انتهى والله يا ريت ابو الكهرباء ده يسمعنا ويشوفنا يجينا لانه حتى يكون موقف الرجل ها هاي صيانه هاي هم صيانه هاي المحاوله ان شاء الله هسه المحاوله هاي هسه احنا صور لي اياها يا حيدر هذه المحاوله بالسياره هسه يمهم دائره بيها 500 موظف ما يقارب 500 موظف بيها من الطبيها 500 موظف تقول ما شاء الله 7 صنايع والبخر ضايع مو بس من تشوف الحقيقه تروح جتك يم الاخ المدير او الغيره او الفني يقول لك والله عندي اليات كلها عاطله ونثريه ماكو ودعم ماكو زين الدعم منين؟ المن يعني دوله حتى سياره ما صلح صور لي اياها المحوله والناس هنا صار 15 يوم ماكو كهرباء وطنيه واحنا بعام 2020 الناس اللي هاجرت هذا الموضوع الكهرباء والخدمات واحنا ما زلنا نسولف فيه وبلكه الله يسمعون وبلكه الله يشوفون عموما خلينا نسولف عليكم السلام شلون الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك الحمد لله سولفي شو تسولفين منين تبدين انا عندي يعني موظفه قديمه اني بالاحوال المدنيه على وزاره الداخليه الاحوال المدنيه بالمنصور عندي خدمه 10 سنين زين 10 سنين خدمه اخذت اجازه شهر حسبوا لي ورا مال الشهر صارت هالاوضاع للطائفيه ما طائفيه وهالاوضاع اللي صارت رحت راجعت كان يقولوا لي تعتبرين مستقيله على اي اساس قلت لهم انا الشهر يعني ماخذه اجازه بدون راتب رديت النوب قدمت قالوا ما يصير روحوا على احزاب وماكو وهاي صار اي رادوا احزاب رحت اخذت مال الاحزاب وهم ما فاد لحد هاي هسه انا صار لي تقريب والله لحد ذاك اليوم هسه بها مال المتظاهرات اطوا عفو قالوا للمستقيلين واللي تاركين كلها ترجع انت موظفه وتعرفين اللي يستقيل اولا بقانون اللي يستقيل مو اي واحد انت المفروض تقدمين استقاله وبكتابه بخط اليد وبها تفاصيل وتواقيع وتاريخ اليوم اخذت اجازه شهر اي وحسبوا لي هسه رجعت ثاني هسه اخذت هم طلعت الامر الاداري والتحقيقات وزاره الداخليه ما وصلت رحت الوزاره ومن يخليني اطب الوزاره ليش ما حد يخلي مقابله انا موظفه وهسه من اروح كلها تاخذ لي تحيه والسلام وستة ووقعد اخر شيء يقولوا لي يريدون من عندي 40 ورقه 40 ورقة قلت لهم أنا لو عندي 40 ورقة أنا بقيت 5 سنين قلت على مود أطلع تقاعد أحسبوا لي هال5 سنين 40 ورقة قالوا لك إياها داخل الوزارة لو خارج الوزارة لو داخل من داخل الوزارة 40 ورقة قالوا ويجيك الأمر الإداري فد 3 أشهر زين أنا 40 ورقة أنا لو عندي 40 ورقة أصلا ما أروح أداعب بالوظيفة مالتي مو صحيح أنا على مود شنو أطلع لي تقاعد على مود أشيل أنا كبرتي قلت على مود كبرتي بهالوضعية هاي. انطيش تليفوني وتخابرينا ونسوي لك موعد مع وزير الداخلية. والله العظيم بالرسول. واللي علينا ما نقصر. إن شاء الله ما تقصر. إذا عندك تليفون. إيه انطيني تليفونك الجهاز حتى أنا أكتب لك إياه. أرد لك رقمي؟ لا هسه اكتبي لي ورقة وطيني إياه. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون أخوي؟ مرحبا. شو أخبارك؟ زين الحمد لله. والله جوا علي هواي ذول الشرطة جوا أخوي هناك بالسجن إيه كل بشو هناك جاء علي قص وقف سولف أنت إيش تشتغل هسه شنو شغلك وين ما وين هالأيام بالزبايل والله بالعربانة عجب يعني وي البلدية بالدائرة تشتغل لو شنو؟ ايه بالبلدية هي شوي الناس هي تطيق
هناك طوني هناك. خوش. اي. ما يمسك لك زين يمشي؟ اي يمشي عادي. ايدك يلا هاي شد حيلك فدوا قلبك. بساطة الناس اللي موجودة. زميلي انطيني بالله عن المنطقة. الوضع الخدم اذا احنا قلنا الناس والعالم هاجرت انه موضوع انه خدمات وكهرباء بعام 2020 ما ممكن انه نسولف بهذه التفاصيل لكن هذه التفاصيل هي موجوده وبالتالي لازم نصورها ونطلعها وتشوفونها وكل الناس تشوفها لانه خلي نكون واضحين جدا مع نفسنا ومع الناس اللي تتابعنا وتشاهدنا الان هذا وضع الناس بهذه المناطق بمنطقة الدورة اللي هي ما تبعد سوى انه يعني 3 كيلو متر تقريبا او كيلوين متر عن المنطقة الخضراء اللي هي صاحبة السلطة وصاحبة الصوت ومنطقة الصوت المفروض. عموما زميلي بالله انطيني عن الكهرباء اللي موجودة بهذه الصور اللي تلاحظوها ناس بمنطقة مهمة منطقة كبيرة منطقة إذا سولفنا عنها نعجز لأنه بها تفاصيل هواية بها دوائر خدمية هواية وبالتالي نتمنى أنه الرسائل وصلت ونتمنى أنه تشوفون وتسمعون هذه الرسائل اللي سولفنا بها اليوم مع مواطنينا مع أهلنا مع أحبتنا مع ناسنا البسطاء اللي ضاربين على الشميسة وقاعدين الآن اللي انطينا صورة عنهم لأنه بسبب عدم وجود كهرباء وعدم وجود بنى تحتية نشوف أطفالنا وأخوتنا بهذه الصورة والمشاهد هذه قدامكم. عموما تحياتي وسلامي لكم أنا أحمد ركابي اللي رافقتكم طول هذا الوقت وحلقة واحد من الناس اللي سلطنا الضوء على مشاكل ممكن أنه بعض المشاكل في منطقة الدور نتمنى أنه دارة البلدية يكون لها موقف ورد وتكون أيضا المؤسسات الخدمية الأخرى أنه تكون لها موقف بخصوص خدمات هذه المنطقة. تحياتي وسلامي لكم أنا أحمد ركابي وواحد من الناس والزميل رافقنا اليوم حيدر نشوفكم باكر بخير وسلامة إلى اللقاء.